ورا الحالة يمكن الفنية العظيمة والكوميدية الهائلة جدا اللي احنا بنتكلم عليها دي، مخرج كمان اسمه بقى مهم جدا في كل الأعمال الكوميدية، والحقيقة يعني لازم نتكلم معاه أكتر وباستفاضة أكتر عن كل التفاصيل والكواليس اللي ليها علاقة بالمسلسل. بس خلوني في البداية أرحب بيه، المخرج الكبير أحمد الجندي. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، كل سنة وأنت طيب. وأنت بصحة وسلامة. ألف مبروك على نجاح الكبير. الحمد لله، الله يبارك فيك. كنت متوقع إن الوجوه الجديدة تنجح بالشكل المرعب ده؟ كنت متمني. يعني كنت متوقع طبعا، لان هم احنا شايفين شغلهم واحنا شغالين، وهم جداً. ناس موهوبه وعندهم طاقه رهيبه، سواء رحمه او حاتم او مصطفى غريب، يعني كلهم بصراحه. ايه اكتر شخصيه صعبه شايف انها في الكبير الجزء السادس كنت خايف من تفاصيلها؟ لا مش تفاصيل، كنا خايفين طبعا من فكره مربوح، من فكره رحمه، مش عشان حاجة. المقارنه مع دنيا. طبعا لارتباط الناس بشخصيه هديه. دنيا من اكتر ومن احلى طبعا. ومن اعظم الممثلات، وانا يعني برضو شهادتي مجروحه فيها، لان احنا اخوات وعشره عمر، وفنيا وعلى المستوى الشخصي يعني. الناس حابه شخصيه هديه، بعيدا عن حبها لدنيا كمان، زائد حب الناس لدنيا، حابين شخصيه هديه وارتباطها بكبير والعلاقه اللي كانت بينهم. صح. الف مبروك تاني على نجاح المسلسل، ودايما ممتعنا باعمال مختلفه ومسلسلات احلى من اللي قبلها اكيد. شكرا لحضرتك، وكل سنه وانت طيب. وانت بصحة. شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام.